يعني نروح بقى لفروع النادي الاهلي المختلفه او مقرات النادي الاهلي المختلفه ونرجع نكمل مع حضرتك. نبدا بمريم سميح مراسله النادي الاهلي في مقرنا بالجزيره، اتفضلي يا مريم. سماء الجزائر تلونت انذاك بالاحمر واضحى ضوءها نجوم متلألئه. جاءت الجمهور. مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي. لقد عادت الأيام الجميلة. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. التحضير انطلق ذاكرا، فالمنافس هو ملك إفريقيا، الفوز عليه بمثابة تتويجين، كأس وانتصار على الأهلي. مساء الخير عليك يا كابتن أيمن مرة تانية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا برحب بيك وبرحب بكل متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وأكيد برحب بكباتننا الكبار طبعا نجوم الاستوديو التحليلي، طبعا يعني كابتن شريف عبد المنعم، كابتن هاني رمزي، كابتن أحمد بلال، وكابتن أسامة حسني. طبعا يعني زي ما أنت شايف من خلف يا كابتن أيمن، يمكن خلاص متبقي أقل من نصف ساعة على بدء مباراة النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، يعني يمكن شايف المشهد خلفي، خلاص كل المقاعد امتلأت على اخرها. الحقيقه زي ما احنا قلنا لك يمكن قبل بدء المباراه بما يقرب من 3 ساعات كانت يعني الاجواء، وكمان يمكن كل اعضاء النادي الاهلي كانوا في ازدياد لحظه بلحظه، ولكن الحقيقه دلوقتي زي ما انت شايف يمكن خلاص كل الناس خلاص يعني النادي بقى فول يا كابتن ايمن، وده اللي كان عامل حسابه الاداره طبعا، الاداره التنفيذيه وكمان يعني اداره الخدمات الخاصه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، كانوا موفرين عدد كبير جدا من المقاعد، حوالي ما يقرب من 2500 مقعد طبعا، ودلوقتي الحقيقه زودوا يمكن مقاعد الى ما يقرب ل 3000 مقعد علشان يقدروا يخدموا كل الموجودين امام الشاشه الرئيسيه او الشاشه العملاقه الموجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. خليني اقول لك ان كل الاعمار السنيه موجوده يا كابتن ايمن بمختلف يعني الاعمار، سواء اطفال سواء نساء سواء شباب وايضا كبار سن، كلهم ماسكين اعلام النادي الاهلي، كلهم مرتديين تيشيرتات النادي الاهلي، كله بيقول يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق لقبه التاسع، يعني خلاص ان شاء الله الساعه 9 ويكون اللقب التاسع ايضا للنادي الاهلي ويقدر ان هو يحقق السوبر الافريقي. يعني دي كانت كل الاجواء ما قبل دقائق طبعا من بدء مباراه النادي الاهلي. يا كابتن ايمن بشكرك جدا، عوده ليك مره ثانيه. شكرا جزيلا للزميله العزيزه مريم. ومن اهل الجزيره نروح لاهل مدينه نصر وزميلتنا سالة حامد، تفضل يا سالة. تشكيل هذا اليوم مواجهه الاهلي رغم ان الاهلي ربما يكون يملك اسبقيه الترشيح. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو، طبعا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن هاني رمزي، الكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن ايمن، حاليا انا متواجده داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان انقل لكم كل الاجواء وكل الامور يعني طبعا المتعلقه ما قبل مباراه اليوم وقبل انطلاق المباراه النهارده، مباراه الاهلي اتحاد العاصمة الجزائري، طبعا مباراة السوبر اللي هتنطلق كمان شوية في تمام الساعة 9 مساء. يمكن خليني سريعا يا كابتن أنا أقول لحضرتك الأجواء طبعا يعني ورايا والأجواء هنا من داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، يمكن بالفعل بدأ يتوافد أعضاء النادي الأهلي على فرع النادي الأهلي بمدينة نصر يعني بشكل كبير، يمكن كمان مع اقتراب موعد المباراة كل شوية يزداد أعداد أعضاء النادي الأهلي في حالة من الحماس وحالة من الفرحة متواجدة يعني عند جميع أعضاء النادي الأهلي، فرحانين إن هم أخيرا النهاردة هيشوفوا يعني أول مباراة رسمية بالنسبة للنادي الأهلي في الموسم الجديد. الكل متفائل يا كابتن أيمن، يعني كمان بالنسبة للتجهيزات زي ما قلت لحضرتك يعني النهارده يمكن على العصر قلت لك انه يعني النادي الاهلي وفر اكتر من شاشه عرض، يمكن في 5 شاشات في 5 مناطق مختلفه داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان الكل يبقى طبعا عنده الامكانيه ان هو يتفرج على المباراه النهارده بشكل جيد، والعديد من المقاعد. فيا رب طبعا النهارده ان شاء الله يا كابتن ايمن تكون يعني الفرحه النهارده بعد المباراه ونفرح كلنا معاك طبعا ونحتفل مع اعضاء النادي الاهلي باول مباراه في او اول بطوله في الموسم الجديد مع فريق النادي الاهلي. بشكرك جدا طبعا يا كابتن ايمن وانقل عوده مره اخرى للاستوديو. شكرا جزيلا للزميله سالة حامد. ومن اهل مدينه نصر نروح لاهل الشيخ زايد والزميله هنا ابو القاسم، اتفضلي يا هنا.
طبعا برحب بحضرتك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، نقول لكم بقى كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل طبعا انطلاق المباراه المرتقبه والسوبر الافريقي بين طبعا بطل دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي وبطل الكونفدراليه طبعا نادي العاصمه الاتحاد العاصمه الجزائري. يعني خليني اقول لحضرتك انه في حاله من الثقه والحماس الكبير جدا بتسيطر على كل أعضاء النادي الأهلي، كل منتظر بقى بداية المباراة، منتظرين طبعا إن هم يشوفوا النادي الأهلي في السيزن الجديد، وكمان بقى الحماس زاد طبعا بعد ما شفنا تشكيلة النادي الأهلي، الكل منتظر كمان الحقيقة الصفقات الجديدة للنادي الأهلي. يعني عندنا الحقيقة حالة اشتياق إن احنا نتابع رجال النادي الأهلي من داخل الملعب، نتمنى لهم طبعا كل التوفيق طبعا في مباراة النهاردة. خليني بقول لكم إن طبعا زي ما يمكن باين في خلفية الكاميرا طبعا إن الأعداد بدأت تزيد بشكل كبير جدا، اعضاء النادي الاهلي كالعاده موجودين داخل النادي عشان بقى يتابعوا المباراه في حاله اهلاويه خالصه، طبعا الكل بيدعم النادي الاهلي وبيكون في حاله من الحماس كالعاده الحقيقه داخل كل فروع النادي الاهلي. اما بقى على صعيد الاستعدادات الحقيقه في مجهود كبير جدا مبذول من قبل الاداره، يعني موفرين عدد مهول من المقاعد طبعا لخدمه اعضاء النادي الاهلي، طبعا بنتمنى بقى يكون سيزون موفق لرجال النادي الاهلي، يكون في بطولات وانجازات جديده، ونكون ان شاء الله بنحتفل معاكم مع الاستوديو التحليلي عقب انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي بالسوبر الافريقي. يعني دي كانت اجواءنا وكمان الاستعدادات من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا زميله هنا القاسم. ومن اهلي الشيخ زايد نروح سريعا لزميلتنا روزان النصر من مقر النادي الاهلي بالتجمع، اتفضلي يا روزان. من جديد كابتن ايمن برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو طبعا التحليلي، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. من داخل النادي الاهلي فرع التجمع الخامس طبعا بنقل لكم كل الاجواء لما قبل مباراه الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي. طبعا خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن بدء هذه المباراه، اكيد يعني شايفين العدد من خلفي، يمكن خلاص الاعضاء متواجده بشكل كامل من امام شاشه العرض الرئيسية. يعني هنا في الفرع الكل متحمس، الكل بيشجع النادي الأهلي، يمكن أغلب المتواجدين كمان لابسين تيشرت النادي الأهلي والكل مشغل الأغاني التشجيعية للنادي الأهلي. خلينا نقول إن هذه المباراة يمكن بعد التوقف فالكل متحمس يعني يشوفها كمان، يعني كلنا بنشجع النادي الأهلي وكلنا أكيد يعني متأكدين وواثقين بفوز النهارده النادي الأهلي على اتحاد العاصمة الجزائري. كل التوفيق لرجال الأهلي اليوم، ونرجع لك يا كابتن أيمن احتفال طبعا بالفوز كالعادة. دي كانت الأجواء من فرع التجمع الخامس، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. شكرا جزيلا للزميلة روزان نصر من أهل التجمع.